كانت أخلاقا متكاملة، أقرب ما تكون إلى الأخلاق النبوية لحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي لا يطغى فيها جانب على جانب. فهو في موقف الشجاعة أشجع ما يكون، وفي موقف المحبة والمودة تجده زوجا محبا لزوجه، حتى إنه يتمدح ويصف ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة: كان المقتضى أن يقول لك أن هذا قائد وهذا نبي، يستحي أن يقول ويصرح بأنه يحب زوجته، كما ذكرنا حين تعرضنا لأمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضوان الله عليها. ولذلك نجد مولانا الإمام الحسين من هذا تعلم في هذه المدرسة وتربى في هذا البيت الطاهر، يقول منشدا ومتمدحا أنه يحب دارا بها سكينة والرباب، فهو يصف زوجه التي يحب. والرباب هذه بنت ملك، سيدنا علي رضوان الله عليه تزوج أختها، وتزوج سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين رضوان الله عليه البنت الثانية، وأنجبت له سيدي علي زين العابدين والسيدة سكينة أو السيدة سكينة رضوان الله عليهم جميعا. سيدنا مولانا الإمام الحسين، إذا ذكرت أمة ناشئة تتوسع وجيشا يرفع راية الحق، يخرج سيدنا الحسين وسيدنا الحسن في الجيوش الإسلامية الفاتحة في آسيا، كما ذكرنا أنه كان على ميمنة الجيش مع أبيه في يوم الجمل. ونذكر كذلك أنه كان في زمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان رضوان الله عليه، كان مع الفتوح الإسلامية أو مع الجيوش الإسلامية الفاتحة التي خرجت إلى آسيا، وخرجت في أماكن كثيرة تنشر راية الحق وتدافع عن حرية الناس في التدين. تجد أن سيدنا الحسين رضوان الله عليه ليس ذلك الذي تزهد وترك الدنيا وركن إليها استنادا إلى ميراث، وإنما كان يعمل في مواطن العمل، يجاهد في مواطن الجهاد، يتعبد، فهو العابد الأواه في محرابه، وهو التالي للقرآن الذي أخذ القرآن من فم جده صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك السخي الذي ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، وهو في أول الصفوف إذا دعا داعي الجهاد، وهو في آخر من يثير فتنة. نجد ذلك يوم أمره سيدنا علي رضوان الله عليه، وأمر أخاه الحسن، وأمر عبد الله بن الزبير، وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم، أمروا أبناءهم أن يقفوا أمام دار سيدنا عثمان مدافعين عن الخليفة الثالث، ضد من؟ الذين يدعون ديننا، الذين يدعون ثورة، الذين يدعون. يقف أبناء الصحابة رضوان الله عليهم أمام دار سيدنا عثمان، ويقول سيدنا علي رضوان الله عليه لولدي الحسن والحسين عليهما السلام، يقول لهما: قف أمام باب أمير المؤمنين، ولئن خلص إليه أحد لأفعلن بكم وأفعل. إذن فسيدنا الحسين يقف حارسا ومدافعا أمام دار سيدنا عثمان، ليمنع رعاع الناس أن يصلوا إليه، ليمنع أحد أن يصل إلى الخليفة بإيذاء. ولكن قضى رب العالمين تبارك وتعالى أن يخرج هؤلاء الثوار فيتسوروا الدار، فيقتل الخليفة رضوان الله عليه. ينظر سيدنا علي إلى ولديه أمام باب الدار، فيضرب في صدر الحسن مرة، ويضرب في صدر الحسين مرة: أيخلص الناس إلى عثمان وأنتم أمام الباب؟ فكان عذرهم: لو جاءوا من قبلنا ما استطاعوا أن يصلوا إليه أبدا، لكنهم تسوروا عليه الدار، وما وصلنا إليهم حتى قتل الخليفة رضوان الله عليه. ولذلك نجد سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يمسك بزمام سيدنا الإمام الحسين حين أراد أن يخرج إلى كربلاء، فيقول له: كأني بك قتيل وسط نسائك وخدمك، كما قتل عثمان وسط نسائه وأبنائه، كأني بك قتيل ولا يدفع عنك أحد، لولا أن يزري بي وبك لأمسكت في خناقك وأنشبت فيك فلا تخرج أبدا. فيقول له سيدنا الحسين رضوان الله عليه: يا عماه، رؤيا رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني بأمر
فأنا ماض لما أمر رسول الله. في زماني أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه يخرج سيدنا الحسين محاربا مع أبيه، فلما جد ما جد من الفتن قام سيدنا الحسين رضوان الله عليه مع أبيه على ميمنة الجيش محاربا ومدافعا مع خيار الصحابة. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يجلس في الحجر يوما، فيدخل سيدنا الحسين من الباب فيقول: ألا أدلكم على خير من يمشي على الأرض اليوم؟ قالوا: بلى. قال: ألا أدلكم على أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم؟ قالوا: بلى. قال: هذا القادم عليكم أبو عبد الله الحسين خير من يمشي على الأرض وأحب أهل الأرض إلى السماء. فلما جاوزه أو حازاهم أبو عبد الله الحسين رضوان الله عليه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيجيب الجميع إلا عبد الله بن عمرو. لماذا؟ لماذا لم يرد عليه مع الناس؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا